الأستاذ حميد سعد جابلي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر مجاهدي سيناء. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب. الأستاذ حميد في إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد أهم مطالب جمعية أسر مجاهدي سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كجمعية أسر مجاهدي أبناء سيناء عندنا نحو 500 أسرة من أسر مجاهدي جنوب سيناء على مستوى المحافظة كلها، وأسر كلها معدمة، معدمة اقتصاديا واجتماعيا، وتعاني من الإهمال الشديد والتهميش وعدم وصول أي مساعدات. المساعدات تتوزع على بعض المشايخ، وللأسف الشديد المشايخ ما توصلش هذه المساعدات، مع أن الأسر دي هي الأولى إلى هذه الأسر. أنا من أبناء المجاهدين فيش حاجة وصلتني، يعني بغض النظر، بس أنا بدي مثل. وفي أسر كتير زي حالاتي وأقل من حالاتي، أنا مع نفسي مش محتاج الحمد لله حاجة، ولكن هذه الأسر اللي أنا بتكلم عليها في أشد الاحتياج لوصول هذه المساعدات إليها، سواء مساعدات غذائية أو مساعدات صحية أو مساعدات تعليمية أو مساعدات في وظائف أبنائهم. ما زالوا إلى الآن أبناء المجاهدين ما بيشتغلوش، ما فيش لهم وظائف، ما زال إلى الآن من أبناء المجاهدين ما فيش لهم أي رعاية صحية خالص نهائيا. والله الاحتفالات يا أستاذ حميد اللي احنا بيتم دعوتنا ليها وبنغطيها، مش عارف جمعية المحاربين القدامى بتكرم مجاهدي سيناء كل عام، وفي ناس بيتم تكريمها للأسف الشديد هي بيتم تكريم بعض الناس، ولكن أسر المجاهدين ما فيش حد ببصلها خالص. وإن المجاهدين أساسا يعني ثلاث أرباعهم توفوا، وما فيش حد منهم، الباقيين ناس وسطاء وناس كبار خالص في السن، يمكن بيشيلهم شيء على الكراسي وما بيدروش بحاجة. يمكن يبقى الاهتمام المفروض بقى بالأسر، المفروض الآن يكون الاهتمام بأسر المجاهدين أكثر منه بالمجاهدين. طبعا هو حق، لأن الناس كلها توفت، ما فيش فاضل غير أسرة، وإن الأسرة والأسرة من حقها. أنا دلوقتي لما بشوف إن أبويا ما كرمش كويس، وإن أسرته مهملة، وإنه كذا وإنه كذا، هؤلاء المجاهدين لو كانوا في أي دولة أخرى غير مصر كانوا شالوهم على الرؤوس من فوق، كان ليهم أراضي وليهم بيوت وليهم عربيات وليهم خدمات في شتى بمختلف الخدمات. المجاهدين وأسرهم، المجاهدين وأسرهم. ازاي ابن المجاهد لما يشوف التقصير في حقه، في حق ابوه، في حق كده، امشي على نفس الخطى ونفس خطى الجهاد ونفس الاحفاظ ونفس كذا ونفس كذا، ما هيصاب بنوع من الاحباط طبعا، وهيسيب الدنيا كده، يبقى زي واحد من الشعب، عامه الشعب، وخلاص وخلاص على كده، هيرتضى بالامر الواقع اللي قدامه ويتعامل ويتعايش معاه وخلاص على كده، مش هيمشي، مش هيسلك طريق جهاد زي والده او كده او جده. طب احنا بنتمنى برضو ان الجماعه المسؤولين يعني ينظروا للجمعيه ديت، لان انا اعتقد ان دي الاولى، لان دي جمعيه خاصه باسر المجاهدين وعندها البيانات، اعتقد ان عندك البيانات بعناوينهم بكل التفاصيل اللي خاصه بيهم بعدد الاسر، واعتقد ان دي حاجات فيها مصداقيه. دي جمعيه مش جمعيه مشهره ورسميه وجهه رسميه، يعني حتى أرسلنا سيادتك، إحنا أرسلنا خطابات لجهات سيادية بأن تم إنشاء جمعية رعاية أسر مجاهدي جنوب سيناء، وما فيش حد سأل فينا لحد النهاردة وبكرة. خطبنا كمان محافظة جنوب سيناء، قلنا لهم في جمعية كذا وكذا، وعايزين شقة من نسبة المحافظ مثلا لهذه الجمعية كعملها مقر عشان تباشر عملها من هذا المقر. للأسف الشديد ما سألش لا محافظ ولا سألت فينا أي جهة من الجهات المختلفة في الجنوب سيناء. احنا نتمنى أن صوتك إن شاء الله يوصل، وعلى وعسى برضو المسؤول يحس. أنا متهيالي أن وجود جمعية وجهة رسمية هتوفر له، يعني بدل ما هو يبحث ويدور ويبقى الحق نقول إن هو رايح لمستحقين. كل حاجة موجودة عندنا بمسندات وبكشوف وبكده، وأنا موجود عندي يعني جميع النوت الامتياز اللي اخذوه المجاهدين من الطبقه الاولى، وللاسف الشديد وعندنا جوابات ان الناس اللي كانت معتقله في اسرائيل، وللاسف الشديد ما حدش بيسال، والناس دي ماتت، واعتقد ان هذه هتبقى كمان موت لاسر، انا بعتبر الاهمال ده بيبقى موت كمان لاسر المجاهدين في جنوب سيناء.
ربنا يسهل الحال، وعلى وعسى برضو احنا على قد ما نقدر هنوصل هذا الصوت للجماعه المسؤولين، على وعسى برضو حد منهم يراعي هذه الجمعيه. شكرا استاذ حميد، وكل سنه وانت طيب. كل سنه.